أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وش علاقة هذه الآيات بآية الصيام؟ علاقتها سلمكم الله أن الحكم هنا داخل في يعني المحظورات، فهو لما ارتقت النفوس بالتقوى صفها هنا بالنهي عن الأكل، ولذلك عبر بالأكل هنا أكل الأموال، وليس المقصود الأكل هو الأكل المباشر، وإنما عبر بالأكل لأنه أكثر المنافع في الأموال والمصالح المتعلقة به هو الأكل، فبدونه أو بدونه تنتفي أو يعني تقل منافع الإنسان من المال، لأنه أعظم منفعة في المال هو وصول الحصول للأكل فيه منه. فهذه الآية تشتمل على قاعدة وأصل من أصول الدين، وهو حفظ الأموال والحقوق، حفظ الأموال والحقوق والمنع من الظلم فيها والتعدي. نعم، هذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ويدخل في هذه الآية، انظروا يا أخواني كيف بركة هذا القرآن وكيف أنه أصول، يدخل في هذا القمار والخداع والغصب وجحد الحقائق بما يشملها، وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكافر الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك، كله داخل في هذه الآية العجيبة. لأنه قال: ولا تأكلوا أموال، نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيدخل فيها كل أكل للمال بالباطل، ربا وقمار وبيع وشراء محرم إلى غير ذلك. فلهذا قلنا لكم أنها أصل من أصول الدين في الأموال. قال: وتدلوا بها إلى الحكام، المقصود بها هنا إيش؟ الحيلة، فاتخاذ المال وسيلة وحيلة للحرام ولأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الآية أصل، الجملة وتدلوا بها إلى الحكام أصل في تحريم الحيل والوسائل المؤدية للحرام، وإنما خصها لأنها من عمل من؟ اليهود، فالله تعالى أبطلها كما ذكرت لكم هنا الأحكام في إبطال وإزالة ما جعله وأضافه وحرفه اليهود والمشركون. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية إلى قوله أتم الحج والعمرة كلها تهيئة للحج، يسألونك عن الأهلة إلى قوله أتم الحج والعمرة كلها تهيئة للحج. فلعلنا نختصر الحديث عنها لندخل في حديث الحج. أولا قال: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أن السائل هنا المشركون، فكأنهم أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يريدوا أن يسألوا ما يسألوا، والله أعلم هل السائل هو الصحابة أو المشركين، كل ذلك في روايات. لكن سألوا عن الأهلة لماذا هي تبدو صغيرة ثم تكبر، فالله عز وجل صرفهم عن ذلك إلى ما هو أهم، وهو مقصود الأهلة، وهو قوله عز وجل: قل هي مواقيت للناس بالحج. لم يجبهم على سؤالهم،
أجابهم على الحكمة، ولو أجابهم لسؤالهم قال إنها تبدو لأنها كذا، ثم تكبر لأنها كذا، ثم تصغر لأنها كذا، وفصل في 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 بيان أحوالها، لكنه انتقل إلى الحكمة. وهذا يجعلنا أن نقول أيها الإخوة أن الشريعة تعتني بالحكم، لا تعتني بالمظاهر فقط والأمور النظرية التي لا طائل وراءها ولا عمل تتضمنه. قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الآية أيها الأحبة هي أصل من أصول الدين، فيها بيان أصل من أصول الدين في نظام الشريعة، في إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت. أصل من أصول الدين في إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت وبنائها على الأهلة، تمهيدا لما سيأتي من ذكر الحج. وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الخلل في إحرام الحج، وهو إبطال المظاهر التعبدية والتصورات الجاهلية المنافية لحكمة التشريع. لكن هنا سؤال جميل ومهم، وهو: ما علاقة الأهلة بالتشريع؟ لماذا الله ربط الأهلة بالتشريع في الصيام وفي الحج، وربط الصلاة بالأوقات الشمس وغيرها؟ لماذا؟ هنا مسألة عظيمة نفيسة يجب أن ننظرها في كثير من الأحكام التشريع. هنا فائدة نفيسة، وهي ربط التشريع بالآيات الشرعية بالآيات الكونية للدلالة على وحدانية موجدها سبحانه وتعالى ومشرعها. الله أكبر. يعني هذا التشريع ربط بالأهلة وربط بالشمس للدلالة على أن خالق الكون هو المشرع الواحد سبحانه وتعالى، لا يأتي أحد فيشرع ما شاء، فالخالق الكون هو الذي يدبر الأمر. آية في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك، ما هي؟ من يذكر لنا هذه الآية؟ نعم، قال الله عز وجل، أحسنت، قال الله عز وجل، لا هو قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات. وتفصيل الآيات هنا يدخل فيها تفصيل الآيات الشرعية، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهنا ملحظ مهم جدا في مزجي في ربط الآيات الشرعية بالكونية للدلالة على أن مسير الكون هو مسير الشرع وحده سبحانه وتعالى. طيب ما مناسبة ذكر تخصيص الحج هنا؟ قل هي مواقيت، فيدخل فيها الحج، لكن لماذا ذكر الحج؟ انظروا إلى الترتيب البديع هنا بعد آيات الصيام، بعد آيات الصيام، بعد انتهاء الصيام ماذا يأتي؟ شوال، فيأتي هلال شوال الذي به نهاية رمضان وبداية أشهر الحج. لاحظوا، فجاءت آيات الأهلة هنا بعد الصيام مباشرة إشارة إلى هلال شوال للدلالة على أن أشهر الحج تدخل من شوال، تدخل بهلال شوال. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فتأملوا هذا أيها الإخوة في ذكر تخصيص الحج هنا في الآية. قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما مناسبة هذه للمواقيت؟ مناسبتها أن هذه الجملة أيها الإخوة تدل على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد باطل في الإحرام، وهو ما دل عليه سبب نزول وما أخرجه البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها ولا يدخلون الباب. لماذا؟ لئلا يغطيهم السقف، اعتقادا منهم أنه يعني بتجرد الإنسان من المخيط وتجرد شعره وكشاف شعره لا يغطيه عن السماء شيء، فكانوا يعتقدون أن الإنسان ما دام محرما لا يغطيه حاجب ولا يعني جدار، فلذلك ما يدخلون البيوت من أبوابها. فأنزل الله: ليس البر أن تأتوا بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى،
ليست المسألة بالمظاهر. ولذلك ما نراه مما يفعله الرافضة من بدع ظاهرة اليوم أنهم يكشفون بعض باصاتهم وأتوبيساتهم بزعما أن هذا تعبدا وتقربا، هذا بدعة وضلال في الدين. ولهذا قال الله: ولكن البر من اتقى، أي أطاع الله كما أمر الله وآمن وصدق وامتثل بما أمر الله تعالى. قال الله: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه قاعدة من قواعد الدين عامة، ليس المقصود هنا الأبواب فقط، أبواب البيوت كما ذكر السعدي. هنا ذكر السعدي لفتة جميلة مهمة في قوله وأتوا البيوت من أبوابها، أن هذا قاعدة في الدين. الإنسان يأتي الشيء من بابه، يعني ما يذهب يتحايل على الشيء ولا يذهب يمين ولا يسار، ائت الباب الأمر من بابه. وهذه قاعدة الناس يقولونها، وأتوا البيوت من أبوابها، فهي قاعدة في مشروعية اتيان الأمور على وجهها الأيسر وعلى وجهها المعروف، حتى لا يظن بالإنسان ريبة أو شيء من ذلك. فما أعظم هذه الدلالة. وأيضا تدل هذه الآية على ترك الغلو والتشدد والابتداع بالدين. الله أكبر، انظروا، هذه الآية دالة على منع الابتداع والتشدد في والغلو في الدين، وهذا أصل من أصول الدين ومقصد من مقاصد الإسلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما. ثم ذكر الله تعالى القتال: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما مناسبة ذكر القتال؟ أن هذه الآيات أيها الإخوة نازلة سلمكم الله في عمرة القضاء، قضاء الحديبية. وإن الحديبية لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أو منع من البيت، جاء في السنة الماضية ليقضي عمرته، لأنه كان من عهده بينه وبين قريش أنه يقضي عمرته في السنة القابلة، من السنة القابلة. فأتى هو وأصحابه وكانوا يستعدون، تهوئون القتال، ما يدرون شيء، ما يعرفون ماذا سيفاجئهم أهل قريش ربما يخونونهم أو ربما يبغتونهم، فكانوا متهيئين بالسلاح وتهيئون القتال. فالله عز وجل ذكر هنا آيات القتال. انظروا يا أخواني كيف أنزل آيات القتال، أنزل آيات القتال في حال أن النفوس متهيئة له، يعني هم الآن مستعدون للقتال لأنهم أتوا ليريدون العمرة، يخشون أن يصدهم المشركون كما صدوهم من قبل في السنة الماضية. فلما كانت نفوسهم متهيئة للقتال أنزل الله تعالى تلك الآيات، وليست هي تشريع للقتال على وجه العموم، وإنما هي إحكام القتال في الأشهر أو في نعم في أشهر الحج، في أشهر الحج. ولذلك قال الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فقط الذين يقاتلونكم، إن الله لا يحب المعتدين. ليس هو تشريع القتال عموما، لأنه سيأتي تشريع القتال في قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أما هذه قتال إذا واجهكم المشركون، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إذا ابتدأوكم في القتال، والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ الصد عن سبيل الله، الصد عن المسجد الحرام، منع المسلمين عن العمرة، هذا أشد من القتال لأنه منع للدين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني إذا دخلتم وقاتلوكم عند المسجد الحرام لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم لأنه خشية أن يأتي المسلمون فيدخلوا مكة فيكون بينهم وبين المشركين جدال وشقاق، ومن بسبب الاختلاط بينهم وبينهم المخالطة فيكون هناك قتال، فمنعهم الله من أن يقاتلوا ويبتدئوا بالقتال. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لماذا؟ لأن هذه الآية نازلة ابتداء، وتلك نازلة بعد أن أكمل الله تعالى يعني في تشريع القتال عموما وغزوة بدر لنشر الدين، كأنه قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهو في تشريع القتال في عموما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام،
ما المقصود بالشهر الحرام بالشهر الحرام؟ يعني الشهر الحرام هذا الذي أنتم فيه وقاتلتم فيه لو حصل قتال مثل الشهر الحرام الذي جئتم فيه ومنعتم، يعني يوما بيوم كما جاء في بعض الروايات. والحرمات قصاص، إن قاتلوكم فاقتلوهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه قاعدة أصلية من قواعد الدين في أن الاعتداء لمن اعتدي عليه له حق الاعتداء، لكن لابد أن يكون بتنفيذ الولي أو الحاكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما علاقة آيات الإنفاق أيها الإخوة بآيات القتال قبل قليل وبآيات الحج بعدها في قوله وأتموا الحج والعمرة؟ انظروا يا أخواني كيف جاءت هذه الآية حلقة وصل بين آيات القتال وبين آيات الحج. نعم نعم، القتال يحتاج إلى نفقة أليس كذلك، والحج يحتاج إلى نفقة. فقال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله إعدادا للقتال وتهيئا للحج. انظروا كيف تأتي هذه الآيات بسياق بديع يعني مترابط. ثم قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما المقصود بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ المقصود يعني لا تذهبوا للقتال من غير عدة، وهذا إلقاء النفس للتهلكة. الإنسان يذهب للقتال وليس معه عدة ولم يتهيأ، يقول خلاص أنا متوكل على الله، ليس هذا صحيح. لابد أن تفعل أسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابس درعه في غزوة أحد وهو نبي معصوم محفوظ بحفظ الله، ومع ذلك لبس الدرع. فدل ذلك على أنه لزوم وجوب أخذ العدة للقتال حال الخروج، ولا يكفي في ذلك لا يكفي في ذلك الاعتماد على في الإيمان والتوكل. وإن كان التوكل على الله عز وجل لازم وهو الأساس، لكن التوكل لا ينافي الأسباب بل يوافقها ويكملها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تأتوا إلى الحج ليس معكم شيء. فربما يكون إنسان يذهب للحج فيكون في طريقه ليس معه شيء فيموت قبل أن يصل إلى الحج. فالله تعالى قال خذوا عدتكم وأنفقوا. ثم قال وأحسنوا. ما المقصود بقول أحسنوا؟ يعني زيدوا في الإنفاق ما آتاكم الله عز وجل، لأن ذلك زيادة في الإنفاق في سبيل الله والقتال وإعزاز الدين. فهذه الآية دالة على عظم أمر الإحسان والإنفاق في سبيل الله تعالى، وهي دالة على من جهة الحج إلى الإعداد لقيام بالحج على إيش؟ أكمل وجه وأحسن عمل. ولهذا أتبعها بقوله وأتموا الحج والعمرة. لاحظوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا. فما أعظم هذا الاكتمال، إحسان في العمل يتبعه إتمام. فهذا والله أعلم ارتباط الآية بآية الحج. ثم جاء السياق هنا في آيات الحج بقوله وأتموا الحج والعمرة. سؤال هنا، لماذا افتتح الله تعالى آيات الحج بقوله وأتموا ولم يقل وأقيموا الحج على التوحيد؟ لماذا قال وأتموا الحج والعمرة؟ الحج أيها الإخوة موصول بأصله بأصل تشريعه في ملة إبراهيم، ولذلك وردت أحكام الحج في سورة مكية وهي سورة الحج. نعم، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ففي تلك الآيات، لاحظوا الفرق بين هذه الآيات وتلك الآيات. من يذكرنا الفرق يا أخواني؟ ما الفرق بين آيات الحج في سورة الحج وآيات الحج في سورة البقرة؟
تلك في الأعمال المتعلقة بالتوحيد، تلك في الأعمال المتعلقة بالتوحيد، لأن الحج أقيم لأجل التوحيد، ولذلك جاء في سورة الحج التي هي في سورة مكية. أما هذه فهي في تفصيل أحكام الحج وإزالة ما أحدثه فيه المشركون قريش من أعمال ليست من سنة إبراهيم. لاحظوا الحكمة العظيمة في التشريع هنا، تلك في الأحكام المتعلقة بالعقيدة. ولذلك قال، جاء ذكر الله تعالى هناك كثير، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. انظروا هناك فيها إقامة الذكر والعقيدة والتوحيد، هنا التفصيلات للتشريع وإزالة ما أحدثه المشركون في الحج وأهل الكتاب. طيب، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأخذ العلماء من هذه الآية جملة، هذه الجملة أحكام، منها وجوب إتمام الحج لمن دخل فيه، يعني من أحرم بالحج، من أحرم بالحج أو العمرة حتى ولو كان نفلا، هذا خاص بالحج. أما الصلاة فالنفل يجوز قطعها، لكن في الحج عمرة أو حجا، قال العلماء وجوب إتمام الإحرام، ولا يجوز الإنسان أن يقطعه حتى يتمه، استدلالا بهذه الآية. ولهذا قال لله. ثم قال الله سبحانه وتعالى في أحكام الحصار المحاصرة، لماذا أورد الله تعالى أحكام الحصار؟ لأنها محتملة الآن في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. الله أكبر، يعني هنا تنزل الآيات على حسب الأحداث والمواقع والوقائع. فقال فإن أحصرتم، طيب هنا قال أحصرتم ولم يقل حصرتم، ما الفرق بين أحصرتم وحصرتم؟ الفرق بين أحصرتم وحصرتم أن الحصر حصر خاص بالعدو، فإذا حصركم العدو، وأحصرتم أي منعكم مانع من الحج، فيدخل فيه العدو ويدخل فيه المرض ويدخل فيه الحابس، أي حابس يحبس الإنسان. فالله عز وجل جاء بهذه الآية بعمومها، لم يخصها بالعدو، لأن هناك حاصر غير العدو، كما هو الحال الآن مثلا في من يذهب فيلبي بالحج ثم يأتي فيمنع، فيدخل في هذا الحكم في الحصر. نعم، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لاحظ كلمة استيسر، لم يكلفهم الله تعالى أكمل الهدي، وإنما ما استيسر منه. ثم قال الله عز وجل أيضا في مانع من موانع الحج، شوف، لا مانع كلي وهو الحصر، ثم مانع جزئي. ما هو المانع الجزئي؟ هو مانع الجزئي تغطية الرأس، ما يستطيع أن لا بد أن يغطي رأسه، كما في نعم قصة المالك بن عجرة حينما كثرت عليه في يعني في رأسه القمل أو القمل وتأذى منه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تغطيته. فقال الله عز وجل ولا أو تحلقه، قال الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنا هذا حكم الأصل، لا تحلقوا رؤوسكم. طيب هذا في حلق الرأس، أين محظورات الإحرام الأخرى؟ ذكر الله تعالى هنا الأهم، وذكر الله تعالى هنا ما هو متعلق بالنسك مباشرة، وهو كشف الرأس، فيدخل فيه المحظورات الأخرى بما جاءت في السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا، وقوله المرض يدخل فيه محظورات الإحرام المتعلقة بالمرض المانعة، كأن المرض الذي يدعو إلى لبس المخيط مثلا، أو المرض الذي يتناول فيه الإنسان مثلا، أو المرض المانع من أداء واجب من الواجبات. ثم قال
أو أذى من رأسه، كما هي في قصة مالك، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسع الله تعالى الفدية هنا، وهي فدية جبران لا فدية شكران كما سيأتي. صيام 3 أيام أو صدقة أو نسك، وهو ذبح شاة. قال الله فإذا أمنتم، أمنتم يعني وصلتم البيت، لاحظ هنا وصول البيت. فإذا أمنتم، قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا تشريع جديد من تشريعات الإسلام، ما هو؟ من يذكره؟ تشريع جديد لم يكن في الأمم السابقة، وهو التمتع. التمتع هو رخصة لهذه الأمة دون سائرها، ولذلك كان الأهل الجاهلية يعيبون جمع العمرة على الحج ويعتبرونه نقصا، ولهذا جاء شهر رجب، يسموه رجب مضر، أي هو رجب شهر العمرة لمضر التي هي قبائل قريش وما يتبعها من قبائل العرب، فسمي رجب مضر لأنه أبيح لأجل مضر. ثم قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المراد بالهدي هنا إيش؟ هدي التمتع، وهناك هدي، هذا هدي شكران وهذا هدي وذاك هدي جبران. وما الفرق بينهما؟ أن هدي الشكران وهدي التمتع يشرع فيه الأكمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه كم؟ 100 من الإبل. أما هدي الجبران فيكفي فيه شاة ما تيسر منها. فلاحظوا الفرق بينهما، يعني هدي التمتع يشرع للإنسان أن يكمله لأنه هدي شكر، وهدي الجبران يكفي الإنسان فيه أن يؤدي فيه ما تيسر، ولو شاة يعني صغيرة أو ضعيفة، لكن هدي التمتع لابد من كمالها وتمامها، ويفضل أن تكون من أغلى وأسمن الهدي. قال الله عز وجل فمن لم يجد، أي الهدي، لاحظوا هذا تخفيف من الله عز وجل، من لم يجد الهدي للتمتع، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لماذا قسمها الله تخفيفا للأمة وجعل الأخف في الأيام التي فيها مشقة وهي أيام الحج، ثم 7 إذا رجعوا إلى أهليهم، ثم أكدها لئلا ينسوها، قال تلك 10 كاملة، لأن الإنسان إذا ذهب إلى أهله انشغل بدنياه وأهله فربما نسي ما وجب عليه، فأكدها الله بقوله تلك 10 كاملة، أي لا تتساهلوا في الباقي بعد أن صمتم 3 أيام. والعلماء يقولون أنه لو صامها كلها في الحج لأجزأه ذلك، لكن لأن الله عز وجل شرع 7 تخفيفا، فلو عجلها الإنسان فلا بأس بهذا. ثم قال الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف ختمت الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، مع أن فيها التيسير والتخفيف والرحمة لهذه الأمة؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. عظيم يا أخواني هذا الملحظ، الختام العظيم. انظروا إلى القصة التي وقعت في عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرنوا هذا واربطوه بتلك، لأنها نازلة ابتداء على النبي عليه السلام في حال عمرة القضاء ومنع المشركين أو احتمال منعهم. فلما أدوا عمرتهم واكتمل فضل الله عليهم بأتام العمرة، قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا فيه تبشير للمسلمين، كيف يعني هو يعني شديد العقاب وهو تبشير للمسلمين؟ نعم، هو إشارة ووعد من الله بأن الله سيعذب الكافرين هؤلاء. قال الله واتقوا الله أنتم، ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب لهؤلاء الكافرين الذين كانوا في البيت واحتملتم أنهم يصدونكم، فأبشروا فإن الله معاقبهم وممكنكم من البيت،
ولذلك ذكر بعض العلماء هنا لفته بأن هذا وعد كريم من الله بتمكين المسلمين من البيت الحرام. أرأيتم؟ مع أن القارئ لهذه الآية يقف يعني متحيرا، كيف تختم آيات التخفيف والرحمة بالشدة والعقاب؟ فالخطاب هنا والله أعلم راجع إلى الكافرين أهل مكة الذين صدوا المسلمين ومنعوهم وأرهبوهم، فالله تعالى يتوعدهم ويبشر المؤمنين بأن لهم التمكين بإذن الله تعالى. ثم انتقل الحديث أيها الأحبة إلى الحج. هنا انتهى العمرة، أحكام العمرة انتهت، أتى الحج، فابتدأ بقوله الحج، هذا الحج أحكامه ما سيأتي. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، قال بعضهم عشر ذو الحجة أو إلى أيام التشريق، ولكن الصحيح هي ثلاثة بكمالها، لأن أعمال الحج لمن لم يقضي بعض الواجبات يقضيها إلى نهاية ذي الحجة، يعني من لم يقضي الرمي مثلا ما استطاع ومرض فله أن يقضي بعد أيام التشريق الرمي حتى ولو في نهاية شهر ذي الحجة. طيب قال أشهر معلومات، لماذا قال شهر أشهر معلومات؟ لأن المشركين قد أخلوا بها، فهي معلومة من أصل دين إبراهيم، من أصل دين إبراهيم فهي أشهر معلومات، أما المشركون فقد جاءوا وأحدثوا وغيروا، فقد قدموا كانوا يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا حسب أهوائهم، كما قال الله إنما النسيء في الأشهر زيادة في الكفر في سورة التوبة، فأقرها الله عز وجل هنا كما أقرها وقت إبراهيم، فرجع الحج على ما كان عليه وقت إبراهيم. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج، ما معنى فرض؟ نوى أو أحرم، اختلاف بين العلماء، هي النية أو التلبية، عفوا التلبية أو الإحرام، والتلبية داخلة في الإحرام، فمن فرض يعني دخل في الإحرام، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم بأنه من دخل في الحج لزمه إتمامه، لأنه فرض، يعني فرض على نفسه دخوله. قال فمن فرض فيهن الحج. طيب لماذا هنا عاد لفظ الحج؟ لاحظوا عاد لفظ الحج ثلاث مرات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، مع أنه لو قال فمن فرض فيهن نعم، فإذا فرض الحج أشهر معلومات، فإذا فرضتم فيهن الحج مثلا أو فرضتم فيهن الإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. لكن هنا ملحظ، وهو أن المقصود في كل لفظ معنى، فالمقصود في قوله الحج أشهر معلومات هنا لإثبات فريضة الحج أو بداية الحج، أحسنت، أشهر الحج وبدايته، فمن فرض فيهن الحج في أعمال الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في محذورات الحج. رأيتم كيف في كل لفظ يؤكد على يراد به معنى والله أعلم. قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه الكلمات الثلاث يا أخواني اشتملت على جميع محذورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام. فالرفث يدخل فيه معنيان، ما هما؟ أولا يدخل فيه الرفث في الحج أصلا، يعني يدخل فيه الرفث بالجماع الذي هو الأصل في كلمة الرفث، ويدخل فيه غير الجماع، من حيث من يستطيع أن يستنبط لي دخول غير الجماع؟ لأنه قال في آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام رفث إيش؟ إلى نسائكم، فدل على أن هناك رفث إلى غير النساء، وهو الكلام القبيح والفاحش وغير ذلك. ولو كان المقصود هنا النساء لقال فلا رفث إلى النساء، فلما
أطلقه دل على دخول الجماع ابتداءً الذي هو أعظم من أعظم محظورات الحج، والذي به يبطل الحج ويستوجب بدنة وحجا من العام المقبل، هو المحظور الأعظم الذي به يفسد الحج ويجب فيه يجب نعم يسقط نعم يبطل فيه الحج ويوجب بدنة ويوجب أداء الحج في العام الذي بعده. هنا قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أيها الإخوة تتضمن غرضين مهمين. الأول هو بيان ما ينافي حقيقة الحج وصحته وأدائه، وهي هذه الأمور الثلاثة ولزوم اجتنابها، وهذا الغرض دال على المحظورات الخاصة بالحج من هذه الأمور الثلاثة، وهي بالنسبة للرفث الجماع لأنه محظورات الإحرام ودواعيه كذلك لأنها محظورة على المحرم، وبالنسبة للفسوق هي المحظورات الأخرى، ما هي؟ قتل الصيد وحلق الرأس ولبس الثياب والطيب، هذا بالنسبة للحج. وبالنسبة للجدال فيما يتعلق بالحج، الجدال في وقت الحج وموضعه وأعماله بعد أن أقرها الله تعالى وبينها، هذه المحظورات المتعلقة بصحة أداء الحج. هناك بيان كمال الحج في هذه الآية، في هذه الآية بيان ما ينافي كمال الحج من وإتمامه من هذه الأمور الثلاثة، وهي بالنسبة للرفث الفحش واللغو في الكلام، هو ليس محظور متعلق بالحج عليه فدية، وإنما هو محظور ينقص الأجر، فهذه مكملات ما ينافي الكمال. الرفث يدخل فيه الفحش واللغو في الكلام، والفسوق المعاصي كلها، الدخان والسب والشتام والغيبة والنميمة وغير ذلك. وبالنسبة للجدال يدخل فيه الخصومات والمراء المؤدي إلى النزاع والفرقة، هذه كلها منافية لكمال الحج. نعم. ويؤكد ذلك أيها الأحبة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق، فدخل في ذلك الرفث، رفث المتعلق بالحج وغيره أو في غير أعمال الحج، والفسوق كذلك ومنه المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا نأخذ منه أن الأجر المترتب هنا والله أعلم مترتب على من حقق الأمرين، حقق أو ترك هذه الأمور المتعلقة بالحج والأمور المكملة المنافية للكمال. فالحقيقة هذا ملحظ مهم في الحج، لأن بعض الناس يا أخواني أهم شيء عنده لا يأتي محظور في الحج، لا يقص شعره، لا يغطي رأسه، لا يلبس مخيط، لا، لكن ليس عنده بأس أن يسب ويلعن ويشتم ويدخن ويترك الصلاة. سبحان الله، لماذا؟ لأن تلك علق عليها عقوبة أو فدية، أما هذه علق عليها إثم، ولا شك أنها أعظم. فهذه حقيقة نقص في فهم النصوص وأداء الفريضة. إخوان الكرام، يجب أن ندرك ذلك وأن نعرف أن كمال الحج وكمال أجره يحصل بالأمرين جميعا، بل الأمر الثاني أقرب وأهم، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، عموما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا معنى ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام، يعني الكمال. انظروا، من أتى بالكماليات هذه لا شك أنه آت بما هو دونها. طيب لماذا قال ولا جدال في الحج؟ تخصيص الجدال في الحج لماذا؟ لأنه سلمكم الله كأن هذا قطع لما كان عليه المشركون، فلا سبيل لهم بعد ذلك للجدال، كأنه قال انتهى وأقر ما أقره الله تعالى في أشهر الحج فلا تجادلوا المشركين، خذوا ما أمركم الله. وأيضا يا إخوان الكرام، فإن الجدال في الحج أنتم ترونه ظاهر بسبب اختلاف الأوضاع، يعني بمعنى يأتي الإنسان إلى بلد غير بلده، غير مستقر، ما فيه سكن مريح، فيه بعض الأشياء الناقصة عليه، فتسبب إشكال بين الناس، فيتنازعون في المسكن،
يتنازعون في المكان، في المطعم، في المشرب، في الذهاب، في المجيء، أمر يعني حالي غير مستقر، أمر سفر، فهو في مظنة الجدال والشقاق. فانظروا إلى تخصيص هنا لأنه أكد الله تعالى عليه، فينبغي يا إخواني التنبؤ لهذا. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما فائدة هذه الجملة؟ فائدة هذه الجملة إخواني أن الله تعالى يحفز النفوس المؤمنة إلى أن تسابق إلى فعل الخير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني في هذا الحج اغتنموه في فعل الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بر الحج: إطعام الطعام. ففعل الحقيقة ما أمكن من السنن والنوافل، قراءة القرآن والذكر وإقامة ذكر الله والصدقة وغير ذلك، كله مما هو داخل في هذه الآية. أرأيتم لو أن الإنسان قام بهذه الصفات كلها، لا شك أنه أدى حجا كاملا يرجى أن يكون فيه أجره كامل بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الجملة شاملة لمعنيين. المعنى الأول: تزودوا من الخير والطاعة، لذلك قال: فإن خير الزاد التقوى. أول ما ينبغي أن يتزود منه الإنسان هو طاعة الله، خصوصا هو ذاهب قاصد للحج، قاصد لوجه الله عز وجل، يجب أن يتفرغ ويتزود من الطاعات. وللأسف الشديد نجد بعض الناس هناك ينشغل بالأحاديث وبالسمر مع أصحابه وغير ذلك، يعني يقضي وقته بغير ذكر الله، لا يؤدي إلا الواجبات فقط، رمي الجمار والطواف والسعي وذهاب العرفة ومزدلفة وانتهى. لا، قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإنما خص التقوى انظروا كيف عقد هنا الحج بالتقوى، نظمه بنظم عقد التقوى الذي نظم في السورة كلها: واتقوني يا أولي الألباب. والحج يحتاج إلى تقوى، اجتناب المحظورات وفعل المأمورات، فكل ذلك داخل في التقوى. ولهذا قال: يا أولي الألباب، ذي العقول التي تريد الكمال، تريد امتثال أمر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.